السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير ويوم سعيد على الجميع. اكيد كل واحد فينا مر عليه يوم حس ان كميه المهام والمسؤوليات اللي مطلوبه منه والحاجات اللي وراه كتيره جدا لدرجه انه مش عارف هيخلصها امتى ومش عارف هيلاقي وقت ليها ازاي. كل شخص في موقعه، يعني سواء انت كطالب او كشخص بيشتغل او كواحده في البيت مش بتشتغلي او بتشتغلي من البيت مثلا، في كل الاحوال انت مر عليكي او انت مر عليكي الاحساس ده، حسيت ان الدنيا ملخبطه لدرجه انك مش عارف تلم كميه الحاجات ومش عارف هتعملها امتى. بتلاقي نفسك تايه ما بين الموازنه بين الحياه العمليه دراستك شغلك وبين الحياه المنزليه في بيتك وعيلتك والكلام ده كله، وبين حياتك الشخصيه اللي هو اهتمامك بذاتك كشخص، عنايتك الذاتيه، الاهتمام بشخصك بالحاجات اللي تهمك انت شخصيا. يعني بتلاقي نفسك متلخبط ما بين الحاجات دي، مش عارف تعمل توازن، مش عارف تنظم الدنيا. لكن على الجانب التاني هتلاقي في ناس ناجحة جدا وعارفة كويس جدا ازاي تنظم بين الامور المختلفة دي في حياتها. فمعنى كده ان في طرق ممكن لو عملناها تساعدنا نكون منتجين ومنظمين اكتر. فكده الموضوع يبقى مش متعلق بالمهام بقدر ان هو متعلق اصلا بتنظيمك لوقتك وانك تكون واعي وقتك بتقضيه في ايه، انت بتقضيه ازاي، يعني انت سايبه يمشي كده ولا انت عارف كويس جدا كل وقت في حياتك بتعمل فيه ايه او مخصص لايه بالظبط. وهو ده بيعتبر موضوع الفيديو اللي هنتكلم عنه. هنناقش فيه اهم الطرق اللي بيأكد عليها الخبراء في المجال اللي بتساعد اي شخص انه ينجز المهام اللي وراه ويحافظ على تركيزه، في نفس الوقت يبقى عنده طاقة عالية ان هو يبقى عنده نشاط وحماس ان هو ينجز الحاجات اللي وراه في الوقت المحدد في الوقت المتاح بالنسبة له. واكيد طبعا مع بداية سنة جديدة نبدأ نحط خططنا وقراراتنا واهدافنا وكل الكلام ده، فالحاجات دي مش هنعرف نوصل لها او ننفذها فعلا الا ما يكون عندنا خطة كده ماشيين عليها او عارفين اصلا احنا بنقضي وقتنا ازاي وماشيين حياتنا ازاي. ناس كتير بتشتكي ان هي كل سنة بتضع اهداف مختلفة لكن ما بتنفذش حاجة. عدم التنفيذ ده بيكون راجع بنسبة كبيرة لعدم قدرتك على انك تلم وقتك كده او انك تعرف وقتك بيضيع في ايه، انك تعمل تنظيم شامل لوقتك كله. وطبعا هنلاقي حوالينا ان اكتر الناس الناجحة هي اكتر الناس المنظمة اللي بتعرف كل وقت في حياتها تعمل فيه ايه بالظبط. فطبعا تنظيم الوقت ومعرفة كل وقت في حياتك بتقضيه ازاي دي حاجة هتساعدك جدا على انك تلتزم بالقرارات والخطط والاهداف اللي انت عايز تنفذها في السنة الجديدة او في خطوة جديدة بتاخدها في حياتك. فهو ده موضوع الحلقة النهاردة، ياريت المهتم بالموضوع يكمل معايا الفيديو. اول واهم نصيحة، ودي اتكلمت فيها في فيديو معجزة الصباح، اعمل لنفسك روتين صباحي ناجح. في فيديو قبل كده اتكلمنا فيه عن اهم افكار كتاب ماري كوندو The Life Changing Magic of Typing Up، اتكلمنا فيه عن بعض الافكار واللي كان اهمها تقريبا انك تبدأ يومك بدري، انك تعمل لنفسك روتين صباحي منتج. اكتر حاجة بتساعدك انك تكون منتج في يومك مش مجرد يوم عدى وخلاص في حياتك، هو انك تبدأ يومك الصبح، فترة الصبح اللي كل الناس فيها في حالة رخاء كده واسترخاء، اغلب الناس نايمة، فبتلاقي ان في هدوء كده وفي سكينة بتخليك تقدر الى حد ما لو في حاجة عايز تعملها في جو ما فيهوش تشتت او ازعاج. الخطوة دي بتساعدك اكتر لما تبدأ يومك بدري، بيساعدك جدا انك تعمل اي حاجة انت عايز تعملها بعيد عن اي دوشة. يومك بيبتدي من اول ما بتصحى من النوم كده، تبدأ تبص بصة من الشباك تشوف ايه الاجواء اللي برا عاملة ايه، تحس انك عايش كده في الدنيا. بعد كده بتبتدي تتوضى تصلي، تشوف بقى انت عايز تعمل ايه، يعني ايه الحاجة اللي بتأهلك انك تكون مسترخي كده وفي حالة راحة او استرخاء، يعني شوف الحاجة دي ترجع لك انت. دي بتختلف من شخص للتاني، يعني ممكن حد يشوف ان الاسترخاء ده بيجيله لما بيعمل تأمل، لما بيقرأ اي عدد صفحات من كتاب، لما بيبتدي يكتب، لما بيشرب مشروب هو متعود عليه، يعني دي حاجة بتختلف من شخص للتاني. فكل ده طبعا مش هتعرف تعمله وانت صاحي على ميعادك بالظبط، سواء ميعاد شغلك او ميعاد مثلا صحيان ولادك او ايا إن كان انت مظبط حياتك ازاي. اللي احنا بنتكلم فيه ده مش هتعرف تعمله او مش هتعرف توصله الا لما تكون صاحي بدري شوية عن ميعادك.
الوقت بقى اللي انت بتصحى بدري ده بيبقى كله ليك كليا، يعني الوقت ده كله مخصص ليك انت بس لحد ما يصحى باقي افراد الشقه اللي موجودين معاك. وطبعا عشان تقوم وانت هادي كده وفي حاله هدوء اعصاب كده، هتبقى محتاج تبقى عارف انت صاحي تعمل ايه بالظبط. يعني انا صاحي النهارده ليه؟ ايه اللي انا اعمله النهارده؟ فده يحتاج منك انك تاخد دقايق بسيطه من وقتك قبل ما تنام، تشوف انت هتعمل تاني يوم ايه. مش شرط انت تكتبه بطريقه منظمه جدا، لكن على الاقل تبقى عارف انا اصحى تاني يوم هعمل ايه. يعني تبقى محدد كده نقاط بسيطه جدا اليوم التاني ده ايه اللي هيتعمل فيه، بحيث ان انت تبقى تاني يوم في حاجة مشجعاك او في هدف مشجعك تصحى عشانه، عشان هعمل الحاجات اللي انا مرتب لها دي. وعلى فكرة مش شرط خالص تكون الحاجات دي حاجات رهيبة في الحياة اللي هي هتنظم الكون، يعني ممكن تكون حاجات بسيطة لكن انت لو عملتها هتحس بانجاز، لان الانجاز اللي ممكن نعمله في حياتنا يعني ليه كذا مجال او ليه كذا نقطة، انجاز روحاني، انجاز عملي، انجاز مالي، انجاز صحي، انجاز ديني. فكل الحاجات دي مهمة لاي انسان، لو حققت اي انجاز منها فده بيتحسب كأنه انجاز في حياتك. تاني خطوة ودي كمان مهمة جدا، انك لازم تفصل نفسك عن الاجهزة فترة الصبح وفترة بالليل. اوقات كتير بنفضل نقول احنا مش لاقيين وقت، مش عارفين نجيب وقت ازاي نعمل الحاجات اللي ورانا. ده من ضمن اسبابه الرئيسية جدا انك مش عارف اصلا وقتك انت بتقضيه ازاي. هتحس ان الوقت كده بيضيع منك، بيتوه كده منك وانت مش واخد بالك اصلا من غير ما تدرى. زي مثلا تصفحك لمواقع التواصل الاجتماعي، السوشيال ميديا، يعني الاجهزة اللي حواليك، التلفزيون، الحاجات اللي انت بتتوه نفسك فيها، كل ده بيخليك مع الوقت تحس ان انا مش لاقي وقت. يعني هعمل الحاجة اللي انا عايز اعملها امتى؟ انا مش لاقي وقت اصلا. مع ان انت لو انت اصلا واعي للوقت اللي بيضيع منك ده، هتلاقي ان هو وقت كتير جدا. لو حسبته بالساعات كده وبالدقايق هتلاقي ان هو وقت كتير جدا ممكن تستغله في حاجات كتير في حياتك. غير طبعا ان دي حاجة بتفصلك وبتخليك تفقد تركيزك وتتشتت. ده لو انت اصلا ما لقيتش خبر يعكر مزاجك تماما ويخلي مودك وحش طول اليوم، فدي حاجة اصلا هتفصلك وهتخليك ما تعرفش تكمل باقي اليوم، وحتى لو كملت هتكمل وانت مزاجك كده مش مظبوط. فحاول بقدر الامكان انك تفصل نفسك عن الاجهزة في اول واخر وقت من اليوم بالاخص. استغل الوقت ده في اي حاجة تانية حتى لو بسيطة جدا، اي حاجة تانية مفيدة حتى لو كانت بسيطة. يعني ممكن لعبة بازل، ممكن لعبة شطرنج، ممكن قراءة اي عدد صفحات كتاب. فايا كان الشيء اللي انت هتعمله، انت بالطريقة دي هتكون راضيت جزء جواك، فهتحس ان انت راضي عن نفسك لانك كنت مستوعب بالظبط الوقت ده انت قضيته في ايه. دي حاجة في حد ذاتها هتخليك راضي عن ادائك في اليوم ده. ولو مش هتقدر تسيطر على نفسك، ممكن تستخدم اسلوب الاختيارات المحدودة، بمعنى انك تشيل مصدر التشتت ده خالص من قدامك، يعني تمحيه من قدامك بحيث ان انت اصلا مش كل ما تبص كده تلاقيه قدامك، يعني تخفيه خالص من قدامك. لو انت مش محتاج مثلا الموبايل في الوقت ده، ممكن تقفله خالص وتشيله في اي مكان بعيد بحيث ان نظرك ما يكونش عليه طول الوقت. او ممكن مثلا تستخدم تطبيق يساعدك، زي مثلا تطبيق فليب اللي بيسمح لك او بيديك قدرة انك تحدد وقت معين يكون فيه الموبايل مقفول. خلال الوقت ده انت مش هتعرف تستخدم الموبايل تماما حتى لو قدامك، فدي حاجة ممكن برضو تساعدك لو انت مش عارف تسيطر على نفسك قوي بخصوص الموبايل او الاجهزة دي. ممكن بقى في وقت تاني تخصصه للرسائل، للايميلات، للتصفح السريع، يعني خصص وقت معين للحاجات دي. بالطريقة دي انت هتحافظ على وقتك وتكون واعي بالظبط الوقت ده بتقضيه ازاي. تالت خطوة، خطط لوقتك. عود نفسك كده دايما يكون عندك النوت بوك الخاصة بيك او اي ورق خاص بيك تحدد فيه باستمرار اهم حاجة عايز تعملها خلال اسبوعك. يعني تحدد فيها كده بشكل مش شرط يكون دقيق جدا، اهم الحاجات اللي انت لو عملتها خلال الاسبوع ده هتكون راضي وهتحس وقتها انك انجزت شيء مهم. مش لازم تكون دقيق في كل حاجة بتكتبها او تنظمها بشكل واضح جدا، لان التنظيم ده بيجي مع التعود والتكرار، فدي حاجة هتيجي معاك مع الوقت. انت هتلاقي نفسك
لا إراديا كده بقيت بتحاول تنظم أكتر وتحدد المهام بتاعتك أكتر. لكن الأهم بالنسبة لنا دلوقتي إن اللي أنت بتفكر فيه أو اللي أنت عايز تعمله يكون قدامك على ورق، بحيث إن أنت بتخرجه من دماغك، بتخليه يعني يروح كده الحيز التنفيذ اللي هو تبتدي تنفذ فيه خطوة بخطوة. وطبعا زي ما احنا متفقين وعارفين إن الأهداف دي مش شرط تكون أهداف عملية بس، لان في اهداف تانية كتير في حياتنا، اهداف شخصية ودينية وروحانية واجتماعية وشخصية، يعني اهدافنا في الحياة كتير، فما ينفعش نحدد او نلخص كل الاهداف دي في الجانب العملي بس. وطبعا كل واحد على حسب حياته ماشية ازاي هيبدأ يحدد الاهداف المهمة بالنسبة له انه ينفذها في خلال الوقت ده. رابع نقطة ودي مهمة جدا بالنسبة لي، فترات الراحة، فترات الراحة والعناية الذاتية. لو انت مش مرتاح ومش حاسس كده برضا عن نفسك، يعني لما بتبص في المراية كده تبقى قابل نفسك مرتاح لشكلك، حاسس باحساس انتعاش كده ونظافة، انت مش هتبقى عايز تكمل اصلا، ومش هيبقى عندك ولا طاقة ايجابية انك تكمل، ولا احساس حماس جواك او تشجيع، مش هتلاقي اي حاجة بتشجعك انك تكمل لو انت مش راضي عن نفسك او مش حاسس براحة، مش حاسس ان جسمك مرتاح. فأهم حاجة انك من وقت للتاني تدي لنفسك فترات راحة وتشوف انت محتاج ايه، يعني انت كشخص محتاج تعمل ايه لنفسك وتعمله عشان تحس برضا وتقبل ذاتي. فترة الراحة دي بقى ممكن تعمل فيها حاجات مختلفة على حسب مودك ومزاجك، ممكن تتكلم فيه مع حد من عيلتك، تعمل لنفسك اي مشروب انت حابب تشربه في الوقت ده، تنزل تتمشى شوية لو انت حابب ترتب مثلا مكتبك او المكان اللي انت قاعد فيه، ممكن تسمع كتاب صوتي او تسمع اي فيديو مثلا عايز تشوفه على اليوتيوب او غيره. يعني الوقت ده خليه لنفسك، بس حاول بقدر الامكان تعمل فيه حاجة ما تقللش طاقتك، يعني تعمل فيه حاجة تزود بيها طاقتك لما ترجع مرة تانية الحاجة اللي انت بتعملها تكمل كده بتحفيز وطاقة عالية. افتكر دايما ان التقصير مع نفسك بيخليك تأثر في كل حاجة تانية، لان نفسك هي الاساس، لو انت مش مهتم بيها مش هتعرف اصلا تهتم باي حاجة تانية في حياتك. نصيحة مهمة جدا انك تخصص وقت للجانب الاجتماعي، اصحابك بقى وعيلتك والناس المعارف اللي حواليك، يعني الجانب ده مهم جدا لأكتر من سبب. اول حاجة انك بتفضل على تواصل معاهم وبتفضلوا يعني على تواصل مع بعض كده، فدي حاجة مهمة. حاجة تانية في اهمية التواصل الاجتماعي انك ما تخليش الجانب العملي يسحبك لدرجة انك لو مريت بفترة فراغ او انك فاضي تحس بفراغ رهيب جدا وتحس انك لوحدك تماما، لان انت مش مكون علاقات اجتماعية او مفيش تواصل بينك وبين الناس اللي حواليك. كمان غير اصلا ان الجانب الاجتماعي ده او قعدك مع ناس بتبسطك وبتخليك في مود حلو، دي حاجة اصلا بتزود حماسك وتحفيزك ونشاطك اكتر، فهي كمان حاجة هتفيدك في الجانب العملي والنفسي في حياتك. سادس نصيحة، كبر دماغك. الماضي مضى خلاص، حاجة عدت مش هنرجعها تاني ولا هنعرف نغير فيها حاجة. الحاضر اديك عايش فيه وبتحاول تطوره وتعدله وتحاول تتعامل معاه على قد ما تقدر. المستقبل ده في ايد ربنا، مش هتقدر تغير فيه حاجة اضافة لسعيك، بالاضافة لسعيك انك تحاول تحسن تحاول تعدي. لو فضلت تركز معاها واديتها اهمية زيادة عن اللزوم هتلاقي نفسك ان حياتك دايما بتبقى ماضي، يعني دايما كل ما تقدم خطوة هتلاقي نفسك عايش في الماضي، لان انت متعلق بالحاجة اللي انت معرفتش تعملها او الحاجة اللي انت فقدتها ومعرفتش تحصل عليها، فهتلاقي نفسك دايما عايش في ماضي اصلا مفيش حاضر بالنسبة لك ولا في مستقبل. فكبر دماغك على قد ما تقدر، الحياة مش جنة، الحياة فيها مشاكل، كلنا عندنا مشاكل، تأقلم على ان الحياة فيها صعوبات وهتواجهك مشاكل وهتفقد ناس وهتفقد حاجات انت حبيبها، يعني تأقلم مع كل ده، تكيف مع ان في ناس في الحياة مريضة زي ما في ناس كويسة جدا، في ناس كمان مريضة وشغلتها او متعتها في الحياة ان هي تشوفك في حال مش كويس، فتأقلم مع كل ده، تأقلم مع ان الحياة فيها كل ده، موجود فيها كل ده، وبالرغم كل الكلام اللي موجود ده احنا هنتعايش وهنتأقلم وهنعيش، لان الحياة كده كده ماشية بيك او من غيرك. فكمل معاها بدل ما الحياة تعدي عليك وتفوتك اصلا وانت ما تعرفش تواصل او ما تعرفش توصل للحاجة اللي انت عايزها. كل ما هتحط اهداف في حياتك، اهداف لها معنى، اهداف حقيقية تعرف تحققها، كل ما هتبدأ تنسى شوية الحاجات
اللي هي اهميتها قليلة جدا، اللي هي اصلا ملهاش اي فايدة، وسواء حصلت او ما حصلتش هي مش هتأثر في حاجة. ركز اكتر مع الحاجة اللي انت حطيتها هدف في حياتك. تأكد ان انت دايما في هدف في حياتك، لان لو ما فيش هدف في حياتك هتفضل تفكر في كل حاجة ملهاش اهمية في الحياة. وفي مقولة بحبها جدا تخص النقطة دي، نفسك ان لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. نيجي بقى للخطوة اللي انا عن نفسي بحبها جدا. احنا عمالين نقول نعمل ومفروض يحصل كذا والنصايح كذا وطرق كذا وخطوات كذا، نيجي بقى للخطوة المهمة. انت طبقت الكلام ده؟ بدأت تعمله فعلا؟ لو بدأت تعمله فعلا هيبقى الوقت ده وقتك ان انت تكتب الانجازات اللي انت عملتها. بعد ما طبقت الحاجات اللي احنا اتكلمنا عليها اكيد هتلاقي نفسك يعني اتأثرت كده، اتغيرت شخصيتك، اتغيرت ايامك، اتغيرت، بدأت تكون افضل، تكون شخص افضل، منتج اكتر، منظم اكتر. كل ده طبعا هيأثر على حياتك، هتلاقي نفسك بتنجز. الانجازات دي بقى انت لازم تكتبها وتخليها قدامك، لان لما تحس ان في انجاز انت عملته هيشجعك تعمل اللي بعده، الخطوة اللي بعدها. فمع نهاية كل اسبوع كده او كل يوم، شوف انت حابب تحددها ازاي، ابدأ اكتب الحاجة اللي انت عملتها خلال الوقت ده، خلال اليوم ده او خلال الاسبوع ده، ايه الحاجة اللي انت عرفت تعملها فعلا او تلتزم بيها خلال الوقت ده. الانجازات دي مهما كانت بساطتها هتحسسك انك انجزت، وانك فعلا الكلام اللي انت سمعته ده اثر فيك، انك بدأت تمشي خطوة ايجابية في طريقك، فدي حاجة هتشجعك انك تعمل الخطوة اللي بعدها. اكيد كده نكون خلصنا. لو شايف انك استفدت ياريت تشجعني بلايك وتشترك في القناة لأول مرة تشوفنا، وما تنسوش تفعيل الجرس عشان ده اللي بيخلي الفيديوهات الجديدة توصل لكم. واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد.